بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي طلبة وطالبات مدرسة رواد المستقبل للغات، أسعدني أن ألتقي بكم في درس جديد من دروس الصف الثالث الإعدادي بعنوان البدل. البدل تابع يذكر بعد اسم يسمى المبدل منه، ويتبعه في الإعراب رفعًا أو نصبًا أو جر. ينقسم البدل إلى ثلاثة أقسام أو ثلاثة أنواع: البدل المطابق، ويسمى أيضا الكل من الكل، وبدل البعض من الكل، وبدل الاشتمال. بداية دعونا نبدأ بالبدل المطابق، وهو بدل كل من كل. فيه يتطابق البدل والمبدل منه ويتساويان في الدلالة، ويأخذ البدل إعراب المبدل منه رفعا ونصبا وجرا، أي أن البدل تابع من التوابع مثله أو حاله مثل حال النعت والعطف والتوكيد. في الغالب في بدل الكل من الكل أن يقع بعد ما يدل على لقب أو مهنة أو وظيفة أو صفة علم، والعلم هو اسم شخص أو مكان. مثال: النبي محمد أعظم الخلق صلى الله عليه وسلم. كلمة محمد علم وقع بعد لقب، وبالتالي تعرب بدل. النبي هتكون مبتدأ مرفوع علامة رفعه الضمة، وبالتالي محمد هتكون بدل مرفوع علامة رفعه الضمة. الفاروق عمر ثاني الخلفاء الراشدين. طبعا عمر رضي الله عنه لقب بالفاروق، الفاروق هنا مبتدأ مرفوع بالضمة، وعمر علم وقع بعد لقب، وبالتالي هيكون بدل مرفوع علامة رفعه الضمة. سلمت على الطبيب أحمد. الطبيب اسم مجرور وعلامة جره الكسرة، ده طبعا اسم يدل على وظيفة، وأحمد علم وقع بعد الاسم ده أو بعد الوظيفة ديت، وبالتالي أحمد هيكون بدل مجرور وعلامة جره الكسرة. الصادق الأمين محمد ابن عبد الله. الصادق الأمين لقب أطلق على النبي أو صفة وصف بها النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي محمد هتكون بدل مرفوع علامة رفعه الضم. ومن أشكال البدل أيضا الاسم المعرف بأل الواقع بعد اسم الإشارة، بس بشرط أن يكون هو المشار إليه، وده طبعا الاسم المعرف ده هيكون بدل مطابق، مثل: هؤلاء الطلاب ناجحون. كلمة الطلاب اسم معرف بأل وقع بعد اسم الإشارة، هيكون هو المشار إليه، لأن كلمة هؤلاء بتشير إلى الطلاب، وبالتالي هيكون بدل مطابق، وهيكون مرفوع علامة رفعه الضمة، لأن هؤلاء في محل رفع مبتدأ. كذلك تلك المدينة جديدة. المدينة اسم معرف بأل واقع بعد اسم الإشارة، وبالتالي هيكون بدل مطابق، وهيكون مرفوع بالضم. لا يكون بدلا ذلك الاسم المعرف بأل الواقع بعد اسم الإشارة إن لم يكن هو المشار إليه، يعني لو الاسم ده مش هو المشار إليه مش هيكون بدل. نحو قولنا: الطريق طويل، أكد ذلك السائق. عندنا اسم إشارة ذلك، والسائق اسم معرف بأل واقع بعد اسم الإشارة، وبالتالي هيكون هو المفروض نقول عليه بدل، ولكن هنا هيكون ليس هو المشار إليه، وبالتالي هيعرف حسب موقعه في الجملة، فالسائق هتكون فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة نظرا لأنها مش هي المشار إليه. من أشكال البدل المطابق قولنا: أخرجت الزكاة زكاة الفطر. كلمة زكاة بتشرح أو بتفصل الكلمة اللي قبلها، وده شكل من أشكال البدل. نفس الكلام بينطبق على الجملة اللي بعدها: قرأت الكتابة كتابا نحوي، وبالتالي الزكاة وكتاب، كلمة الزكاة والكتاب مبدل منه في كلمة زكاة وكلمة كتاب. زكاة هتكون بدل منصوب وعلامة نصبه الفتحة، وكتاب بدل منصوب وعلامة نصبه الفتحة. البدل لو تقدم على المبدل منه الكلمة الثانية تعرب نعت. لما أقول الخليفة عمر كنا بنقول عليها عمر بدل، لكن لما أعكس أقول عمر الخليفة يبقى الكلمة الثانية هتكون نعت. نفس الكلام أحمد الطبيب، الطبيب والخليفة هتكون نعت مرفوع علامة رفعه الضمة للكلمة اللي قبلها. النوع الثاني وهو البدل البعض من كل. البدل البعض من الكل هو ما كان البدل فيه جزءا حقيقيا من المبدل منه، ويمكن أن ينفصل عنه، يعني ينفع يتجزء،
ويكون ذلك في الأشياء المحسوسة، ويشترط فيه أن يتصل البدل بضمير يعود على المبدل منه ويطابقه في النوع والعدد. إذن البدل البعض من الكل هيكون مختلف شوية عن البدل المطابق. احنا خدنا أشكال للبدل المطابق، أما البدل البعض من كل ففي شرط أساسي لازم يتحقق عشان أقدر أقول عليه بدل مطابق، بدل بعض من كل. الشرط ده بيقول إن هو لازم يتصل بضمير يعود على المبدل منه ويطابقه في النوع والعدد. مثال: قرأت القرآن ثلثه. الثلث جزء من القرآن الكريم، وبالتالي كلمة ثلث هتكون بدل، والهاء هي الضمير العائد على المبدل منه. القرآن مفعول به منصوب بالفتحة، وبالتالي ثلثه هتكون بدل منصوب علامة نصبه الفتحة. سقط المنزل سقفه. سقط المنزل سقفه، السقف جزء من المنزل، وبالتالي هتكون بدل بعض من الكل، مرفوع علامة رفعه الضم. قابلت المدعوين معظمهم. هنا برضو قابلت أنا المدعوين، المدعوين هتكون مفعول به منصوب بالياء، وبالتالي معظمهم هتكون بدل منصوب بالياء. بدل بعض من كل قد لا يشترط فيه وجود الضمير، بس بشرط أن يذكر بعد المبدل منه أجزاءه، كل أجزاء المبدل منه تذكر، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله في الضعيفين، المرأة واليتيم. الضعيفين هما المرأة واليتيم، وبالتالي المرأة هتكون بدل من كلمة الضعيفين، المبدل منه الضعيفين، والأجزاء بتاعته هتكون المرأة واليتيم، فالمرأة هتكون بدل مجرور علامة جره الكسرة. طبعا اليتيم هتكون معطوف لأن في حرف عطف قبلها. آخر نوع من أنواع البدل وهو البدل الاشتمال. البدل الاشتمال فيه يكون البدل مما يشتمل عليه المبدل منه وليس جزءا من أجزائه، ليس مساويا له في المعنى، ويتصل البدل بضمير يعود على المبدل منه طابقه في النوع والعدد. يعني البدل الاشتمال زيه زي البدل بعض من كل، لازم ليه شرط علشان يتحقق، بس بيختلف عنه ان هو ليس جزءا من المبدل منه، لا يمكن ان ينفصل عنه. مثال: اعجبني الكتاب فكرته. الفكرة هي مما يشتمل عليه الكتاب، ولكنها ليست جزء مادي ملموس من الكتاب، فالفكرة هتكون بدل من الكتاب. اعجبني الكتاب، الكتاب هنا يكون مفعول فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة، فكرته هتكون بدل مرفوع علامة رفعه الضمة. في المثال الثاني: بهرتني الوردة رائحتها. الرائحة مما يشتمل عليه الورد، ولكنها ليست جزءا معنويا من ليست جزءا ماديا منه، فبهرتني الوردة. الوردة طبعا هنا فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة، لأن الفعل اللي قبلها بهرتني من قام بفعل الإبهار، احنا اتفقنا ان الفاعل هو من قام بالفعل او اتصف به، وهنا الوردة اتصفت بالإبهار، اي انها ابهرت من يراها او من يشم رائحتها. فبهرتني الوردة، الوردة فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة، طبعا ياء المتكلم المتصلة بالفعل قبلها بتكون في محل نصب مفعول به، ورائحتها هتكون بدل مرفوع علامة رفعه الضمة. سمعت الشاعر إنشاده. هنا الشاعر مفعول به منصوب، وإنشاده إنشاده هتكون بدل منصوب وعلامة نصبه الفتحة والهاء في محل جر مضاف إليه. انتفعت بالقرآن أحكامي. الأحكام هي مما يشتمل عليه القرآن، ولكنها ليست جزءا منه، أي جزء مادي، فبالتالي أحكام هتكون بدل مجرور وعلامة جره الكسر.